تطمينات أمريكية من داخل الأمم المتحدة باستثناء الغذاء والأسمدة من عقوبات واشنطن الاقتصادية على الصادرات الروسية. الموقف عبر عنه وزير الزراعة الذي طالب بالتوقف عن استخدام الطعام سلاحا في الحروب. كان الحاضرون في هذا الاجتماع على دراية وكانوا واضحين بشأن حقيقة أن الولايات المتحدة لم ولن تفرض عقوبات على الطعام أو الأسمدة، ويهمنا أن نوضح للعالم أننا لا نفرض عقوبات على الطعام أو الأسمدة، وأننا مقتنعون بأنه لا ينبغي استخدام الطعام كسلاح في الحرب. بينما تسابق منظمة الأمم المتحدة الزمن وبتعاون مع تركيا لعودة تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا، بات شح الغذاء هاجسا يخيم على الأجندة الدولية. كل الأطراف في الأمم المتحدة وعلى المستوى الدولي مؤمنة بأن الأمن الغذائي مهم جدا للسلم والأمن العالميين، ومع أزمة أوكرانيا لا يوجد على مستوى مجلس الأمن والأعضاء الخمسة الدائمين فيه إلا من لديه قناعة بأن الأمن الغذائي مرتبط ارتباطا مباشرا بالصراعات ويمكن أن يؤدي إلى تفاقمها، لذلك فهم يأخذون القضية على محمل الجد. وتكشف المعطيات الأمريكية وجود ملايين الأطنان من القمح محتجزة في الموانئ الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا. هو فصل آخر من فصول الحرب الروسية على أوكرانيا التي فرضت على الأمم المتحدة التعامل مع كل تداعياتها العابرة للحدود. أصبحت عبارة الأمن الغذائي كثيرة التداول داخل أروقة الأمم المتحدة منذ أن شنت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا، ولا يستبعد مراقبون أن يتحول هذا الملف إلى بند دائم الحضور في أجندة الهياكل التشريعية والتنفيذية للمنظمة الدولية، لما يشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين. من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، عبد الله ماسي، التلفزيون العربي.